السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معاكم أخوكم بسام. اليوم إن شاء الله تعالى بنكمل سلسلة تختيم دارك سولز 2، الحلقة 38. في الحلقة اللي فاتت هزمنا العنكبوتة وما كنت مسجل مباشر، فاعذروني لأني سئمت من كثر ما أموت عندها، فقررت أني أسجل وبدون ما أعلق عشان أركز زي كذا، وهزمتها ووريتكم كيف هزمتها. تقريبا مت عنده فوق 6-7 مرات تقريبا، لأن لما تعلمت على الفايت وكل شيء. وأبشركم بعد ما هزمتها مت، فأنا خايف لأنه معايا مبلغ كبير، معايا 48,000 محل ما مت، فأبغى أكون حريص عشان أروح أخذ فلوسي. فنبي نروح ناخذ فلوسنا بسرعة، أنا قد حفظت الطريق من كثر ما أروح وأجي. نبي ناخذ فلوسنا، اهم شيء عندنا الاستس فلاسك تكون موجوده. وينها؟ خلينا نشيل ذي الايتمات. وخلصنا اللايف جيم من كثر ما نحاول. فيا الفايت كان شويه معقد صراحه، الفايت كان شويه معقد والله. اللي كان صعب الفايت بزارينها مزعجين في كل مكان طالعين لي، وحتى لو موتهم يرجعوا يطلعون. طفشوني صراحة. فالحمد لله قدرنا نهزمهم، وبكذا احنا هزمنا 3 من الزعماء اللي المطلوب اننا نهزمهم عشان نفط بوابة او ما شابه. كويس اننا رجعنا. اشوف في شيء هنا طلع، هذه ما كانت موجودة. ان شاء الله ما في هناك بطاردني. What the fuck is this? Examine. Nothing happened. أتوقع هذه شيء لها صلاح مجموعة أو ما شابه، لأنه ما في شيء صار. وطلعت بعد ما هزم العنكبوتة، فما أدري إيش سالفتها. أوكي، وهذه هي فلوسنا. خلينا نتفاهم مع ذا. هذا شوية مزعج صراحة، لكن أظن أنه سهل. الباك ستوب. أيوة، واو على الدمج. أوكي، ويعطينا إيش؟ أعطانا ملابس، فانجرال أرمر، فانجرال جلوفز، خربيط حلوة. طب خلونا نرجع عشان لا يجونا عناكب. نرجع لمجولة برايمال بونفاير. اتوقع الحين جينا تروفية كمان. وين التروفية؟ يب، اتوقع الان انه 3 من اصل 4 خلصنا، 3 من اصل 4 زعمة خلصنا، بقينا منطقة واحدة على ما اظن، اتوقع. بس اذكر هالقصة هي كانت تقول 4 زعمة ومن ذا الكلام، او 4 ارواح كانت تقول. اتوقع بعد ما نجيب ارواح زي كذا نروح يعني مو زي دارك سولز ديمون سولز يفكوا لنا بوابه للزعيم وخلاص نروح نباري الزعيم وخلصنا. اتوقع الحين لا، بعد دول 4 يودونا للدراجونيل، منطقه من جد حتكون صعبه ومن ذا الكلام. فخلوني اول شيء بشوف الملابس كيف شكلها. هي كانت مكتوب فانجرال شيء زي كذا، ما اعطاني خوذ لها. وينها؟ هذه هي. واو والله ثقيلة وجامدة. وعليها بويز مو بصح. اتوقع ذي تكملة الملابس. هلا باللبس. يا كملت اللبس كامل، كل هذه ملابس فانجرل. كم دحين عندي البويز؟ ما شاء الله البويز عندي 70. واو، اتوقع اني ما احتاج هذاك الخاتم حق البويز الحين. دحرجة ثقيلة، ما عندنا مشكلة. خلونا نشوف صديقنا هذا ايش يقدر يقول لنا. لايف. انا من مجموعة، انا من المجموعة اصلا. يو هيدز. خلصت الهيدز انت. خلنا نشوف كم مرة هزمنا. 64 موتة. واو والله اني مت كثير. 64 يلا. اوكي ايش نبغى نسوي؟ نبلف. Proceed.
It is the own. أتوقع عندنا شرد. يب. حلو اللبس والله لبسي جامد. أتوقع الحين يصير عندنا أكثر. استس فلاس خلنا نشوف إذا نقدر نلفل كم ليفل نبي. من 83 إلى 88 خمسة ليفلات. والله بيني بينكم الكوب لود باين انه مهم. خلينا نوصل خلينا نوصل 20 ونحط النقطة هذه في الديكس. ما ادري ليه بس افكر اني اخلي الديكس 20 والسترينث 20. حلوين. لا 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 لا, لا. كم وزني؟ خلنا نشيل هذا. ايه الحين شوف انا قاعد دهرج عادي بسلاسة. كذا ما عندنا مشكلة. ما هي دحرجة ثقيلة. فخلنا نشوف السولز اللي عندنا. اتوقع عندي كمية سولز ما هي طبيعية. سولز فهيرو. نستخدمها. والله 10,000 و غريبة مع اني هزمت عنكبوتة ما اعطتني روح كبيرة. ما اعطتني روح كبيرة. اتوقع انه بس روحين الحين. روحين بس اللي جبنا. خلص من ذولا. انا الصراحة عاجبني ترتيب الشنطة. حلو. وعندنا هذا الايتم يمدينا نشيل واحد من المحنطين. حسب انه يمدينا لفل من البونفاير. Lest this slip. Okay. نعطيها كمان ليفلين. ليفلنا صار 90 الحين. خلنا نشوف إذا مدينا نلفل أسلحة من أسلحتنا. يمدينا نلفل هذه. يبي لها 3 تنشرد. صراحة أنا أشوف الهيلبرت ممتاز جدا. الهيلبرت عجبني. يبي له 3 الحين. ولا يمدينا نطور هذا لأنه بعد يبي له 3. لكن خلينا نشوف الملابس اللي احنا لابسينها تتطور. هو بالتوينكل انت تتطور. والله تطورت تتطور. هذي تزيد كثير. والله بزود هذي. والله السطر ذا ممتاز. شوف كم يزيد. هذي يزيد تقريبا 9. هذي يزيد بالعشرينات. اطور ذا كمان. ما يمدينا. هذي يزيد 9. هذي يزيد تقريبا 3 و 4 7. وهذا يزيد 11. نطور الرجول لأن أكثر شيء تزيد في الدفاع. خلنا نشوف الشيلد لما نطور شيلد إيش يصير. دقيقة لما نطور شيلد يزيد الدمج ريدكشن. والله يزيد. واو من 95 يزيد. تايتن شرد يبيلا. طيب روح روح. والله يزيد ممتاز. حلو ذي الحركة. بس ما يزيد الا بالفواصل يعني 0.1 0.1 زي كذا. اوكي احنا كذا
خلصنا ونعرف وين بنروح. نبي نروح نقابل حقة الميركل اتوقع، او هذا المكان اللي هنا له صلاح في السالفة كلها. ما كاني شايف ايتم. والله الشخصية كول، وجهي باين وجهي باين من الفم بتنكر. والله حلو، عندنا دفاع ممتاز اتوقع. كم دفاعنا؟ فيزيكال ديفنس 90. شوف الديفنس 653، نايس والله. دفاعنا جامد. انا بريح عند، والله بدق كعاب شو. طبعا كان يمديني اسافر بس دق كعابي ممكن يطلعنا مع احد غريب ولا شيء. وصلنا. Just speak up if you're in need. That's what. Sometimes I've. And being out here. I expected this cathedral to be bust without any going to a place I could go. Sorry. Without any goings on, I'll have to move. قاعد تلمح انه بتمشي. To a sorry. Help the gullible by teaching the good work. Okay. قاعد تلمح انه بتمشي. فخلونا نرجع. اتوقع راح نلاقيه عند المكان اللي قبل شوي قلت لكم. اللي في منطقة مجهولة. في شيء يمدينا نحط فيه له ايتم. اتوقع بنقابلها هناك اتوقع. اوكي ما ادري، ما كانت منورة ذي قبل، ما ادري او بيتهيالي. يب زي ما قلت لكم هنلاقيها هنا اصلا من اول. يمديكم تلاقونها هنا لو تكلمونها اكثر من مرة. موف باث بالفين تحركه. اما بالفين تسوقين هبت تستهبل علي. اما بالفين من انا اجيب 2000. خلنا نشوف عندي سولز. سولز استعملتها قبل شوية. واو اوكي. يبيني اروح اجمع 2000 ونيجي. يا ريت في بياع. وانا ذاك ابو لحية اللي نبيع له اشياء بفلوس. اختفى والله ما صرت اشوفه. طيب ما في الا اني اروح عند العمالقة ذولا، انهم اكثر ناس يعطون فلوس. يا ليتني كنت اذبح فيهم.
اوكي هذا اول واحد. ناخذ خاتم السولز. وينك يا خاتم السولز؟ هذا اعطاني ايتم كراك داي اور. بيطيحونه والله بكثرة. اللبس ده زاحف. احنا بس نبي 2000 يعني، بس واحد بس نذبحه ونرجع للبنت. اتوقع بعد كذا نجينا نفك طريق، او هي خلاص يعني تفك الطريق ب2000. كل فكه ب2000 اتوقع. خلاص جبنا المبلغ، يلا نمشي. وخلاص قد اتحركت صارت هناك يعني، يعني عندنا دحين معلم البايرومانسر، وعندنا معلم الميركل صارت قريبه، ومعلم السحر الله يرحمه، الله يرحمه والله موته. حقدت عليه في ذيك المنطقة، ما كنت تعرف ايش سالفة اهله يا قهرني، وذيك المنطقة رفعت ضغطي. مريت شوفوني في النهاية لقيت الشيء جنبي، يعني ضيعت وقت بشكل ما تتصورونه. فا يا Great Soul Arrow. اوكي وننطلق الحين. نروح الشحات هذي نعطيها 2000. اتوقع نور الطريق هذا، معناته هي صارت هنا. اول ما كانت منورة على ما اظن، على ما اظن. فك 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 الطريق بس فك. Thank you. Okay. Go away. I'm a move bath. ما رفع. انقلي. Rogue water. وين رايحين؟ مين هذا؟ زي اللي في منطقة الغابة الضبابية. ليش بهم ذولا كذا قاعدين ما يسوون لي شيء؟ أظن هذا معلمين سحر. هذاك معلم سحر وهذا معلم فيث. أتوقع هذا معلم فيث. لا معلم سحر. Leave me alone. وكلهم يتكلمون عن الشيء الدارك. الله هانتمان كوبس. هذه منطقة البيتا يا شباب. أخيرا وصلنا لها منطقة البيتا. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله وصلنا لمنطقة البيتا. انا راح انهي الحلقة هنا. اتمنى ان الحلقة عجبتكم يا شباب. باذن الله باذن الله الحلقة الجاية راح نكمل في منطقة البيتا. قد عندنا خلفية، انا قد لعبت البيتا، فما اتوقع انه راح تكون صعوبة الا اذا غيروا اشياء فيها. فاتمنى ان الحلقة عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله تعالى في الحلقة الجاية من تختيم دارك سولز 2. كان معكم اخوكم بسام، وفمان الله.